سلام زينات، سلام خياتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم معايا في هذا لانوفيل فيديو. الفيديو تاع اليوم راح يكون عباره على وصفه تاع سابلي بريستيج. حبيت نبارطاجي معكم الوصفه ديالي، ان شاء الله تعجبكم وان شاء الله تجربوها. على بالي بلي راني روطار شويه، مي اسمحوا لي، الله غالب والله ما كان عندي الوقت اليوم باش قدرت نحط لكم الفيديو. صراحة كملتو البارح في الليل، واليوم باش قدرت ندير المونتاج ونحطه لكم. ونروحو مباشرة للمكونات. اول حاجة نحتاجوها الزبدة، كما راكم تشوفوا عندي هاد البطة تاع 500 غرام، ديت منها 250 غرام، تكون بدرجة حرارة الغرفة. وانتو ما استعملوا اي مارغارين تكون عندكم، تقدروا تستعملوا فلوريال ولا ماني، انا استعملت لابيل كما راكم تشوفوا. نزيدو لهم زوج حبات بيض ولا بيضه كامله وصفار بيضه، وطلعتهم بالباتر كما راكم تشوفوا حتى تحصلت على هاد الكريمه. تقدروا تخدموا بالفوي ولا تخدموا بيدكم كما حبيتوا. زدت لها 3 مغارف كبار تاع سكر غلاس، سكر ناعم، وزدت لها زوج مغارف تاع النشا. نزيدو نخلطوهم مليح مليح بالباتر كما راكم تشوفوا حتى تحصلت على هاد الكريمه. في هذه المرحلة نزيد لها مغرف تاع لافاني، تقدروا تستعملوا لافاني بودغ ولا لافاني ليكيل كيما حبيتوا. وستخلطها مليح مليح بالباتر. ولا هنا جيت نقسم هذا الخليط على زوج، حبيت ندير نوعين تاع الصابلي، نص خليته هكذا ابيض ونص راني رايحه نزيد له الكاكاو. استعملوا الكاكاو البني، ما تستعملوش الكاكاو الاسود، على خاطر راه يخسر لكم كامل لاباط ديالكم ويجي مر. خلطتهم هكذا بالسباتول، ومن بعد باش طلعتهم بالباتر حتى تحصلت على هاد الكريمه. لهنا بديت نزيد في الفارينه. الفارينه ما تزيدوش، ما تحطوش كميه كبيره، ضربه واحده، ومن الافضل تسيروها تجوزوها في الباسوار باش ما يكونوش عندكم هذوك التكتلات. نزيدوا لها مغرف صغيره تاع القهوه تاع خميره نواره، تاع خميره كيميائيه، ونلموها بيدنا غير بالعقل غير بالاصابع باش ما تعجنناش. ونزيدوا الفارينه غير بشويه باش نتحكموا في القوام تاع العجينه ديالنا، ما نشفوهاش بزاف باش ما تجيناش يابسه وما تجيناش صابلي يابس، وباش يجينا خفيف. تقدروا يد تخدموا بها ويد الاخرى تستيو بها العجينه ديالكم اسكو ولات شاده روحها ولا لا لا. مور ما كملت لميت هذيك العجينه اللي درتها بالكاكاو، جبت النص الاخر وبديت نزيد له في الفارينه، وزدت له مغرف صغيره تاع خميره كيميائيه، زيدوا غير كميه قليله باش تجينا برك خفيفه الحلوه. وبديت نلم لهنا في العجين بنفس الطريقه. بديت ندخل في هذيك لافارين غير بالسباتيه حتى تحصلت على عجينه طريه ما تكونش يابسه وتكون متماسكه. دوك نوريكم القوام ديالها. تقريبا خدات لي 400 غرام تاع الفارينه، 200 غرام لهاد لاباط و 200 غرام لاباط هذيك اللي جايه بالكاكاو. فوالا خياتي، لميت العجينه ديالي حتى تحصلت على هاد القوام، تكون شاده روحها وما تكونش يابسه. جبت كيس بلاستيكي وحطيتها فيه، وجبت ثاني هاد العجينه حطيتها ثاني في كيس بلاستيكي، وما تخلوهاش ترتاح. بداو تخدموا جوست ما تكملوا تحضروا لاباط ديالكم، بداو تخدموها. جبت كيس بلاستيكي حطيته من التحت، وحطيت العجين ديالي، درت النص ديالها والنص دوك نزيد نخدمو مور ما نكمل هادي. وزدت حطيت فوقها كيس بلاستيكي باش تساعدني في الخدمه، وكيما على بالكم باش ما تلصقلكمش في البلون دو طرافاي. جبت الحلال وبديت نحل في العجينه ديالي، ما تحلوهاش خشينه وما تحلوهاش رقيقه بزاف، حلوها. راكم تعرفوا العجينه تاع الصابلي حلوها، ماشي رقيقه بزاف وماشي خشينه، على خاطر رانا رايحين نحشوها ونزيدو نديرو لها الكلاصاج تاع الشوكولا على بها باش يكون الحجم ديالها ملائم. جبت هذا المول اللي راني رايحه نخدم به، كما على بالكم هذا المول راهو داير حاله، يديروا هذا المول ويزيدوا يزينوه من الفوق بهذاك التزيين تاع الريشه تاع الشوكولا، جا شكل بزاف شباب.
قولوا لي حبوبات وين راكم واصلين مع الحلوه تاع العيد؟ اسكو كملتوا ولا مازال؟ والتحضيرات تاني تيدا كملتوا ولا مازال؟ انا صراحه كنت خدمت هذاك النوع اللي كنت شاركتكم به في الفيديو اللي فات، واليوم باش قدرت نكمل هاد الصابلي بريستيج الحمد لله، وقلت بالك تزيد نخدم بنيوان كيما على بالكم بنيوان كامل يحبوه، وخويا يحبو يموت عليه قال لي خدمي لنا بنيوان. فوالا خياتي، ان شاء الله اذا كتب ربي اليوم كنخدمو، واذا قدرت نصور لكم ونبارطاجي معكم الوصفه ديالو. وتاني تقولوا لي اسكو كملتو الميناج ولا لا؟ لا صراحه كما كنت قلت لكم من قبل، قبل رمضان درنا تنظيف عميق الكامل الدار، وراهي نقيه ماشي موسخه، نجوزو غير حاجه خفيفه كما على بالكم، سورتو مع انا ما عنديش بزاف في الدار غير انا والزوج محمد، ومحمد مازال صغير ما راهوش يمس ما راهوش يوسخ، على بها ما عنديش حاجه كبيره. فوالا خياتي، لهنا مور ما كملت مع هذاك النوع الاول جيت باش نخدم هاد الحلوه اللي جايه بالكاكاو. حليت العجينه كما راكم تشوفوا، وحبيت نخدم بهذا المول اللي جاي على شكل ورده، عجبني بزاف وكنت شريت له تانيت هذيك الورده باش نزينو من الفوق. قولوا لي حبوبات اسكو شريتو حوايج العيد ولا مازال؟ انا صراحه مازال ما شريتش، ما كانش عندي الوقت كامل باش نخرج، مع كانوا عندي هذوك العرضات، كانت عندي الحلوه راني نخدم فيها مع التصوير، والله غير هملت روحي كامل وما خرجتش هذه الخطره نشري. مي قلت معليش اذا ما كفانيش الوقت وما خرجتش نشري، عندي بزاف يعني حوايج من الجهاز مازال ما لبستهمش ومازالهم جداد، قلت نثبت حاجه جديده نلبسها ونعيد فيها الصح كامل في القناعه، وربي يقدر ان شاء الله كل وحده على الاقل باش تكسي ولادها وتشري لهم حوايج العيد. كما على بالكم نسبقوا في ولادنا هما الصح باش يفرحوا وباش ندخلوا لهم هذيك الفرحه تاع العيد ويحسوا بالاجواء تاع العيد. واللي تاني ما قدرتش باش دير الحلوه ولا، ربي يقدركم ان شاء الله كامل حبيباتي، وعلى الاقل ديروا نوع واحد باش تفرحوا ولادكم. كما راكم تشوفوا طابت لي الحلوه ما شاء الله، ما حبيتش نخليها تحمر بزاف، خليتها غير بدات تاخذ هذيك التحميره جبدتها. ولهنا حبوبات جيت باش نخدم هذوك الوردات اللي راح نخدم بهم التزيين، اللي راح نزين بهم الصابلي ديالي. كانت عندي هاد الشوكولا تاع الوجدان، كان شراها لي الزوج الخطره اللي فاتت، شرا لي هذه بالحليب وشرا لي هذيك بذوق الشوكولا. هاد الشوكولا بزاف هايله وبزاف بنينه، زيد النص في الحلوه ديالكم. صراحه يا البنات انا نحب نخدم بيها، تعجبني بزاف بزاف هي ولا ماكسون، هذيك تاع دادا ما فهمتش علاه ولات ما تعجبنيش، قطعتها بهذه الطريقه باش تسهل عليا الخدمه وباش كتجي ندوبها ما تعذبنيش وتذوب لي بالخف. فوالا خياتي قطعتها كامل، قطعت هذيك البيضه وهذه اللي تذوق الشوكولا وحطيتهم باش نحط ندوبهم في حمام مائي. من الافضل نتوما تخدموا وانتوما تذوبوها باش تسهل عليكم الخدمه، وكي تذوبوها زيدوا لها مغرف كبيره تاع الزيت باش تجيكم خفيفه شويه ما تجيش ثقيله بزاف، وتان باش تساعدكم في الخدمه وتجي تبري تجي فيها واحد لابغيونس بزاف هايله. وكما على بالكم هذا العام راهو داير حاله، هذا المول تاع السيليكون كنت شريت هذا اللي جاي على شكل ورقه وهذا اللي جاي على شكل ورده، كنت خلصتهم لواحد فاميل كما شفتوا في التيكي، وتخدموا بهم بهذه الطريقه، تحمرهم لداخل بالشوكولا وقبل ما تحطوهم في الكونجيلاتور تخبطوهم هكذا باش تاخذ الشكل تاع الورده وباش ما يقعدوش الفراغات، ومن بعد تدخلوها للثلاجه زوج دقائق، من دقيقه حتى لزوج دقائق، اول مره خلوها حتى 3 دقائق ولا 4 حتى يبرد لنا هذاك المول تاع السيليكون، ومن بعد كي ترجعوا تجبدوها وتخدموا تحطوها غير دقيقه تلقاوها جمدت لكم. فوالا حبوبات مور ما جمدت لي، تبداو تنحوا في الاطراف ومن بعد تحكموا هكذا الورده ديالكم وتنحوها، تتحصلوا على هذا الشكل الجميل اللي يزيد النص في التزيين تاع الحلوه ديالكم. وتاني تاع هذه الورقه شوفوا شحال شابه، صراحه عجبني بزاف بزاف، وتقدروا تخلوها سامبل ولا تزينوها بهالطريقه اللي راح نديرها. جيبوا الناكري، هاد الناكري كنت شريته واقيل 7000، تشرو هكذا بودغ وتجيبوا بانسو صغير
باش تابليكيو الناكري ديالكم وتقدروا تشرو الناكري اللي يجي ليكيد باش يسهل عليكم الخدمه. مي انا حبيت نشري هذا اللي جاي بودر وزدت له قطرات تاع الزيت كما راكم تشوفوا. بالك تزيدوا الزيت كميه كبيره، زيدوا غير قطرات هكذا باش ما تجيكمش بزاف ليكيد. ومن بعد خديت هذوك الوردات ديالي وبديت زينهم بهالطريقه في الاطراف، وزدت لهم تانيت في الوسط، وبديت نزيد لهم تانيت في هذوك التفاصيل اللي يجوا في الاطراف. لهنا الشكل تاع الورقه جاب بزاف شباب، وتقدروا تخلوها سامبل كما كانت في الاول. مي انا عجبتني كي زينتها بهالطريقه، التفاصيل ديالها بانوا كتر وكتر. وتانيت كيما على بالكم رايحه ندير نكلاسي الصابلي ديالي بالشوكولا، كنحط فوقه هاد الورده ولا هذيك الورقه. هي شوكولا، الكلاصاج شوكولا وهي شوكولا، يجو التفاصيل تاعها ماشي باينين. كي زدنا درنا لها الناكخي بهذه الطريقه جاو التفاصيل ديالها باينين وبزاف شابين. وقولوا لي نتوما اسكو درتوا هذا النوع تاع الحلوه ولا لا، واذا زينتوه بهذه الطريقه. المهم خياتي كل وحده دير كيما تحب وكيما تعرف، وربي ان شاء الله يقدرنا، ربي ان شاء الله يتقبل كامل اعمالنا ويتقبل صيامنا، وان شاء الله ربي يدخل علينا العيد بكامل الصحه والعافيه. قولوا كامل امين يا ربي. لهنا جبت هذه الكريمه، كريمه الزبده اللي كنت خدمتها، درت 125 غرام تاع الزبده، زدت لها ربع مغارف تاع شوكولا طاختيني، استعملت ماكسون بزاف بنينه، وقعدت نخلط بالباتر حتى طلعت لي هكذا ولات لي كريمه. درتها في هذا البوش وجيت باش نديرها بهذه الطريقه في الصابلي ديالي. والحشو تاني اللي استعملته في الوسط تقدروا تستعملوا الطوفيا كغامل، واذا ما كانتش عندكم تقدروا تستعملوا المربى، تزيدوا له حلوه الترك وتخلطوه مليح مليح وديروه في الباش وتحشوه في الوسط. فوالا خياتي، ديروا كما كنت درت كما راكم تشوفوا، ديروا في الاطراف كريمه الزبده، ومن بعد ديروا في الوسط طوفيا كراميل ولا واش حبيتوا، ولا شوكولا تقدروا تستعملوا واش حبيتوا على حسب الذوق ديالكم. ومن بعد تغلقوا على الحبه بهذه الطريقه وتفينيوها من الاطراف باش كي نكلاصيوها ومن بعد بالشوكولا يجي الشكل تاعها شباب وما يجيش مغنجق. فوالا خياتي، فينيوها هكذا بيدكم، واذا كانوا عندكم فراغات تقدروا تزيدوا كريمه الزبده. لهنا مور ما كملت مع هذيك اللي جايه بذوق الشوكولا، زدت درت هذوما اللي جايين بهذا الشكل، درت لهم الكريمه ودرت لهم هذيك الكريمه اللي في الوسط وغلقتهم. ومن بعد لهنا ذوبت الشوكولا، كانت جمدت لي شويه، وجيت باش نكلاصي الحلوه ديالي. باش تخدموا خدمه نقيه وما تغنجق لكمش البلان دو طرافاي، وباش ما تبدلوش ثاني ما تضيعوش الشوكولا ديالكم، حطوا فوق الفرشيطه، الفرشيطه حطوا فوقها ومغرف ارفدوا كلاصيو بها. ومن بعد كي تجوا تحطوها فوق كيس بلاستيكي ولا فوق ورق الزبده، امسحوها في هذاك الطبسي ولا الحاجه اللي راكم تكلاصيو فيها، ومن بعد باش تحطوها فوق هذيك العفسه اللي راكم راح تحطوا فيها باش ما تلصق لكمش الحلوه ديالكم فوق الساشي ولا فوق ورق الزبده، وتنحوها بسهوله. ومور ما تجمد لكم هذيك الشوكولا وتشد روحها، جيبوا سكرفاج وسكرفجوها هذيك الزوائد، سكرفجوهم في الرقيق كامل باش تفينيو الحلوه ديالكم. وكما راكم تشوفوا كاين حبيبات درتهم على شكل قلب وحبيبات على شكل مستطيل، والتزيين كنت رشيت لهم بالبروسادون هذاك الناكخي من الفوق، جا الشكل تاعهم بزاف شباب، ولصقت لهم حبه جوز كما راكم تشوفوا، وهادو ما اللي جايين على شكل ورده لصقت لهم هذوك الوردات وجاو بزاف شابين. وهذا الشكل اللي جاي بذوق الحليب كيف كيف، درت له الكلاصاج ولصقت له هذوك الريشات من الفوق وجا الشكل تاعهم بزاف شباب. قولوا لي خياتي اسكو عجبكم، شوفوا الخدمه مور ما فينيتها، درتها في ليكيسات شحال جات شابه. وهاد الحلوه تقدروا ديروها في المناسبات ديالكم، في الاعياد ولا في الاعراس ولا في اي مناسبه، وتقدروا تاني تديروها في المهيبه تحمر لكم وجهكم وتجيب بزاف بريزونطابل. فوالا خياتي، هذه هي الحلوه
اللي كنت درتها وشاركتها معاكم. ما تنساوش تخلوا لي رايكم في لي كومونتير، ودوك جيت نحل معاكم حبه نفتحها باش تشوفوا الداخل كيفاش تجي فيها هذوك الطبقات تاع كريمه الزبده وتاع طوفيا كراميل ولا تاع اي حاجه تكونوا درتوها من الداخل. وهذاك الصابلي ما نحكي لكمش يا البنات كيفاش يجي هشيش وبنين.